السلام عليكم. أدارت طهران ظهرها لاحتجاج عدد من رؤساء الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية والرياضية، ومضت قدماً في إعدام المصارع الدولي نافيد أفكاري على خلفية اتهامه بقتل شرطي في تظاهرات احتجاجية شارك بها في عام 2018. الإعدام الذي تميز بالقسوة في طريقة تنفيذه من خلال حرمان نافيد من رؤية ذويه للمرة الأخيرة أثار موجة غضب دولي، واتهمت طهران بأنها تنفذ إعدامات لتكميم أفواه المعارضين وإرهاب المجتمع الإيراني. هذه الحادثة تسببت في إلغاء رحلة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان يعتزم القيام بها إلى عدد من العواصم الأوروبية والآسيوية والإفريقية في محاولة لتخفيف العزلة المفروضة على بلاده كما يقول مراقبون. في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نتطرق إلى ملابسات هذه القضية من خلال التركيز على إصرار إيران على إعدام أفكاري ودلالة الإدانات الدولية لها، وكذلك مدى انعكاس سياسة القبضة الأمنية التي ينتهجها النظام الإيراني على البلاد. أهلا بكم. رغم الاحتجاجات والمطالبات الدولية بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحقه، إلا أن السلطات الإيرانية أعدمت المصارع الإيراني نافيد أفكاري بعد إدانته بقتل موظف حكومي خلال تظاهرات ضد الحكومة في العام 2018، احتجاجاً على الأوضاع المتردية في البلاد ما أثار صدمة دولية. تنفيذ حكم الإعدام لنافيد أفكاري البالغ من العمر 27 عاماً جرى في سجن عادل أباد بمحافظة فارس جنوبية إيران بحسب قاسم موسوي رئيس السلطات القانونية. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد غصت برسائل تناشد السلطات الإيرانية عدم تنفيذ حكم الإعدام، لا سيما بعد أن أفادت معلومات صحفية أن إدانة أفكاري تمت بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب. وحظي أفكاري بدعم دولي كبير، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن تنفيذ الحكم. وقال ترامب في تغريدة له على تويتر: علمت أن إيران تستعد لإعدام نجم كبير في المصارعة، وكل ما فعل هو أنه شارك فحسب في تظاهرة مناهضة للحكومة. اللجنة الأولمبية الدولية عبرت عن صدمتها لتنفيذ حكم الإعدام بحق أفكاري، وقالت إنها حزينة جدا، وأضافت: يؤسفنا أن تكون نداءات رياضي العالم بأكمله لم تحقق هدفها. من جهتها أعربت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان بيربيل كوبلر عن بالغ صدمتها إزاء إعدام أفكاري، وقالت: من غير المقبول تجاهل مبادئ سيادة القانون لمجرد إسكات الأصوات غير السارة، معربة عن تأثر وصدمة اتحاد الرياضيين الألمان الشديدة. إيران تحتفظ بسجل حافل بالإعدامات، ففي عام 2019 فقط أعدمت ما لا يقل عن 251 شخصاً، وهي الدولة الثانية في العالم بعد الصين في قائمة أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام، وفقاً لأحدث تقرير عالمي نشرته منظمة العفو الدولية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور نور محمد أمراء، الخبير بالشأن الإيراني، وعبر سكايب من ستوكهولم الأستاذ نوري حمزة، الكاتب الصحفي الأحوازي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ نور، يعني إعدام المصارع الإيراني أفكاري شابه ظروف اتسمت بالقسوة، وكتب عنه مراقبون من خارج إيران وحتى إيرانيون معارضون: كان قاسيا، كان هناك محاولة لإذلاله، محاولة لإضعافه نفسيا قبل إعدامه. هنا هل هذه الملابسات كانت، كل هذه العملية الإعدام والطريقة التي تمت بها، هل كانت ضمن إطار قانوني يستحقه هذا الرجل أم ضمن إطار سياسي؟ شوف، القانون الإيراني، الإعدام في القانون الإيراني على محورين: إما قصاص إما محاربة الله. وأفكاري الفساد في الأرض هم يعبروا عنه محاربة الله، نعم. لأن الرأس الإيراني يعتبر نفسه الله، الذي هو المرشد العام، المرشد الواحد هو الذي يقول أنا ربكم الأعلى. والأفكاري حكم عليه بالإعدام مرتين، مرة أساسا بحكم محاربة الله، ثم عامين وهو في السجن، وأسرته في أسرى هذا النظام الفاشيستي الدكتاتوري. في خلال عامين لم نسمع له خبر ولا اعتراض لأسرته، لأن الأسرة مضطرة أن لا تحكي كلمة، إذا حكت كلمة
هددت بأن إيش؟ لكنها تكلمت أسرته. أسرته تكلمت أخيراً بعد ما خرجت إيش؟ خرج أفكاري نفسه من داخل السجن، عرف أنه سيقتل من تحت التعذيب، عرف أنه سيقتل تحت التعذيب وليس حكماً قانونياً أو تنفيذاً لحكم الإعدام، حتى هو قتل تحت التعذيب وليس إعداماً. عفواً كيف هذا يعني؟ كيف قتل تحت التعذيب؟ لماذا لم يسلم جثمانه لأسرته؟ أخرجت جثمانه لم يسلم إلى أسرته، فقد وروهم الصورة، وصورة كان عليها علامة التعذيب، ثم دفن ليلا تحت مراقبة أمنية شديدة ولا أحد اطلع عليه. طيب، فهذا الرجل خلال هذه الفترة هو واثنين من إخوانه هم تحت في قبضة الميليشيات الإيرانية، ثم والإيران تحكمها الميليشيات وليست هناك أنظمة حسب ما نسمع في التقارير الدولية. فالأسرة مضطرة ممنوعة عن إخراج أي خبر، حتى نويدي بنفسه أخرج ملف إعدام سياسي. طيب سياسي، وفي الواقع إيران ما أعدم نويد، إنما أعدمت الشعب الإيراني الغاضب على السياسات الإيرانية الظالمة. طيب أتحول إلى ستوكهولم. أستاذ نوري أجدد الترحيب بك. شريط مصور للنفادي قبل إعدامه يعني ظهر من السجن يقول فيه إنه أجبر على تقديم الاعترافات تحت التعذيب وتحت الضرب. السؤال هو يعني ما الذي يدفع سلطات بلاد كاملة، دولة قوية، حكومة قوية، نظام قوي مثل إيران، إلى أن يركز كل جهده على هذا الشخص المستضعف في داخل السجن ويجبره على الاعتراف؟ ما الغاية؟ لماذا فعلت هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أشير أن لدى النظام الإيراني تاريخ طويل من الإعدامات، وبالأخص إعدام الرياضيين. أنا لدي قائمة هنا سأجيب أسماء هذه القائمة ثم أرد على سؤالك. تم إعدام نفيد أفكاري بداية في شهر محرم، وهذا بدعة غريبة في النظام الإيراني الذي يدعي هو حرمة الإعدام في هذا الشهر. المفترض أنه في شهر محرم لدى المسلمين شهر محترم وشهر تحدث فيه كرنفالات عاشوراء ومحرم وإلى آخره، فيجب أن يحترم يعني على أقل تقدير، وهذا التقدير يجب أن يأتي من الشأن وداخل النظام الإيراني وليس يعرض عليهم من قبل أي جهة أخرى. ولكن تم إعدام نفيد أفكاري في شهر محرم وهذا عجيب. ففي ماضي تاريخ إيران تم إعدام حبيب خبيري ومهدي رزداغي لاعبي منتخب كرة القدم الإيراني، كذلك تم إعدام فروزان عبدي لاعبة منتخب كرة الطائرة للنساء، كما تم إعدام هوشنج منتظر المهدي مصارع المنتخب الإيراني والمشارك في أولمبياد ملبورن أستراليا في ثمانينيات القرن الماضي، كما تم إعدام أحمد شاطرزادة مصارع كذلك، وتم إعدام نازنين عظيمزادة لاعبة منتخب الجمباز، كما تم إعدام علاء الدين كوشالي لاعب نادي ملوان من الأندية المرموقة في كرة القدم الإيرانية، شهلا شهدوس لاعبة منتخب الكرة الطاولة، وهكذا تم إعدام إبراهيم هوشمند لاعب منتخب رهائن طهران، وكما تم إعدام علي شباني مصارع ومهدي زابودي. وهكذا النظام الإيراني أعدم عدد كبير من بين النخبة والرياضيين والناس المتفوقين في المجتمع الإيراني، وخاصة من بين الأقليات والشعوب غير الفارسية، من بينهم الشاعر الكبير هاشم العموري الشاعر الأحوازي وبرفقة المهندس هادي الراشدي. هاشم العموري اعتقل على قصيدة واعتقل على كلمة فقط، وتم توجيه له اتهامات مفبركة عجيبة وغريبة، وبالنهاية تم إعدامه برفقة صديقة ورفيق دربه المهندس مهدي الراشدي. ولدى إيران تاريخ مديد خلال الأربعين سنة الماضية من الإعدامات. هناك مقابر جماعية، مقبرة خافران في شرق طهران توجد لحد الآن، ما زالت أهالي ذوي الضحايا يزورون هذه المقبرة التي يدفن فيها أكثر من 30,000 رفات لحد اليوم. وهكذا فيها مقبرة توجد في منطقة بادات شهر في منطقة في الأحواز جنوب غرب إيران، في منطقة بادات شهر هناك أيضا مقبرة جماعية ومقابر جماعية أخرى في كذا أغاليم إيران. أما بالنسبة لسؤالك،
السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام، جاءت بسلسلة جديدة وبخطة جديدة للصيد المخالفين ولكبح جماح الحراك الثوري الذي بدأ يتبلور وينتشر لكن في إيران بشكل استاذ نوري، كبير يعني ويؤثر على ضيفي السلام. استاذ نوري ضيفنا في الاستوديو استنتج ان الرجل لم يعدم وانما قتل تحت التعذيب من عده اشارات او قرائن، انه لم يسلم الى اهله، وانه صور صوره ظهرت عليها اثار التعذيب، وانه دفن ليلا بشكل سري الى اخره. يعني الى اي مدى تتفق مع هذه الروايه؟ لان اذا ثبوت هذه الروايه ربما يكون له دلالات اخرى. الخبر الذي انتشر بين الاوساط الايرانيه انه اعدم الان تحت التعذيب او اعدم، هي النتيجه واحده. لكن أريد أشير إلى نقطة أساسية يلعبها القضاء برفقة الاستخبارات الإيرانية اليوم، أن كل معتقل يتم اعتقاله خلال عملية سياسية، خلال حراك سياسي يتم اعتقال المعتقل، يوجهون له اتهامين. الاتهام الأول على سبيل المثال القتل، وقبالة القتل يطرح موضوع القصاص، وكذلك المحاربة. يعني نبيد أفكاري وقع في حكمين مختلفين، واحدة القصاص والثاني المحاربة، إذا فلت من المحاربة يمسكون بالقصاص، وإذا غفلت من القصاص يمسكون المحاربة. ولكن القضاء الإيراني لم يتحدث عن المحاربة بشكل رسمي وبشكل معلن، وإنما تحدث عن الموضوع القصاص، وهذا يحاول أن يموه الرأي في الحراك الذي يقوم به العالم حول قضية نبيد أفكاري. وهكذا قبل نبيد أفكاري 13 حكم إعدام من بينهم سياسيين ونشطاء أكراد تم إعدامهم بنفس الطريقة. هذه طريقة جديدة يتلاعب بها نظام إيران، ابتكرها نظام إيران، هو مبتكر بالقتل، قتل الأبرياء وقتل النشطاء السياسيين وإلى آخره. هذه الطريقة طريقة خبيثة جدا، ويوم معظم المنظمات الدولية كشفت هذه الطريقة وتطالب إيران بوقف. يعني معذرة عن المقاطعة، يعني هذه الإعدام بهذه الطريقة وحرمان ذويه وتعذيبه أو عدم تعذيبه قبل إعدامه، هنا أريد أن أبني على ما تفضلت به لأسأل ضيفي في الاستوديو. دكتور، ما القيمة السياسية التي تحرزها طهران من جراء إعدام مصارع له حضور دولي؟ كما تفضل الأستاذ نوري، أنه إعدام نخب لها جماهير، ونخب لها اتصال بالعالم الخارجي. يعني كثير من المصارعين، كثير من أبطال نجوم رياضيين خرجوا من إيران ما عادوا، وأحداث رعب وفي إرهاب في هذا الطيف من المجتمع الرياضي، هذا من أهم الأهداف اللي إيران يقصدها. وهذا الرجل كان سنتين في السجن، وطوال السنتين كان محكوم عليه بحكم الإعدام للمحاربة له. قضية القصاص ظهر أخيرا، والمقتول من رجال بداية قالوا أنه رجل أمن، ثم قالوا لا، أنه رجل في مؤسسة المياه ولا شأن له بالإيش، رجل عادي كذا. طوال هاي سنتين ما كانت هناك اتصال بين الأسرتين، أنه ليش؟ لأن أصلا لم يكن الأمر مطروحا. أسرة نبيدي قال ما كنا نعرف أن هناك فيه حكم آخر. ثم أصلا في النظام الإيراني إذا هناك فيه قضية قصاص، الحكومة نفسها، القضاء نفسها تحاول الإصلاح بين الأسرتين وإنهاء القضية بكذا. هنا ما في أي حكاية عن هذا. في النهاية في الأخير، لأنه حتى يحرف الرأي العام عن قضية محاربة الله إلى قصاص، في نهاية لفقوا هذه الجريمة. لكن قبل هذا كان الحكاية كله، نحن الآن على ذكرى احتجاجات العام الماضي، نعم، التي قتل فيها 1500 واحد في تقارير شبه رسمية، وثلاثة آلاف في تقارير أخرى، وسجن 10,000 مواطن إيراني. فهذا نحن أمام ذكرى ممكن يندلع فيها الشارع الإيراني من جديد. أنا كونك خبير بالشأن الإيراني ومتابع دقيق للملف الإيراني، أريد أن أفهم منك طريقة تفكير النظام الإيراني. يعني هذا مصارع دولي حقق بطولات دولية، وهناك مجتمع رياضي دولي مهتم به، زد على ذلك أن هناك مناشدات من رؤساء من عدد من الدول الكبرى،
يعني النظام الإيراني ما القيمة السياسية التي أراد يمكن أن يحققها أو بحث عنها من وراء إعدام هذا الرجل الذي قد يجلب عليه مضار أكثر من المنافع؟ ما المضار اللي أجلب عليه؟ أجلب عليه منافع، ومنافع الذي يقصده النظام الإيراني تيئيس الشعب الإيراني، تيئيس الطبقة المتوسطة من الشعب الإيراني أن التغيير مستحيل وإن صرخت العالم كله. يعني إذا أخذنا التاريخ الإيراني، النظام المغولي الوحشي هذا، أنت ترى أنه في الثمانينات كان هناك القضاء على كل التجمعات والأحزاب، ثم تبعها القضاء على ما اشتهر بالاغتيالات الرموز، النخب السياسية والنخب الفكرية والنخب اللي لها جماهير في المجتمع والإعلاميين والأدباء. ثم بعد ذلك الآن نحن أمام المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة تيئيس الطبقة المتوسطة في الجامعة في المجتمع، لأن الطبقة المتوسطة في المجتمع هذه الطبقة هي التي تحدث التغيير. طيب أريد أن أسأل في ستوكهولم أستاذ نوري، هل ثمة رسائل محددة أراد طهران توجيهها من وراء هذا الإعدام؟ والسؤال آخر هو سؤال مركب حقيقة، هل ثمة في هذه الرسائل بعد خارجي، رسائل خارجية بخلاف الرسائل الداخلية؟ بالطبع ما تريد طهران ترسلها من مسجات أو رسائل لدى الرأي العام الداخلي، تريد أن تقول كما تفضل ضيفك أن هناك لا تعدم هذا الطموح لدى الشباب ولدى الطبقة المتوسطة ولدى عامة الناس أن لا تغيير وعليكم أن تخضعوا لما يفرضه هذا النظام، هذا ما تريد أن توصل له. ومن جهة أخرى إلى الجهات الدولية التي شاركت بحملة فك رقبة أمير نبيد أفكاري، ولكن شاء الغدر وذهب أفكاري إلى الآخرة. في الواقع تريد طهران تقول للجميع أن إيران بين قوسين لديها استغلال تام فيما تعمله في الداخل، ولا تسمح بالتدخل الخارجي في شؤونها سواء قضائية والسياسية وغيرها. بينما في هذا الحكم يعني في الواقع فقدت شرعيتها الدولية، فقدت يعني كما أشرت في تقريركم في مدخل في بداية البرنامج أن ظريف طرد من أوروبا خلال جولة خلال هذه الأيام الماضية، ولم يستطيع أن يكمل لغاته وجدول أعماله، يتابع جدول أعماله. فهذه فضيحة كبيرة في العالم الدبلوماسي. يعني هذه الردود الأفعال كمان راح يعني هل تتفق مع ما قاله الدكتور نور هنا في الاستوديو من أن إيران حققت مكاسب ولم تتعرض لخسائر بسبب هذا الإعدام؟ لا بالعكس، أنا أرى أن الخسائر قادمة للنظام الإيراني. فهناك الأندية الدولية وهناك الفيدراسيون الآسيوي وهناك الفيفا وهناك ماذا تنفع؟ يعني منذ 20 عام أو 30 عام إيران تدان في عدة عمليات ولم يتغير شيء، ما الخسائر؟ الخسائر هنا أن المرحلة تختلف عن الماضي. المرحلة الآن إيران عالقة في ملفات عدة، ملف الشرق الأوسط، ملف النووي، ملفات إرهابية، ملفات أخرى، وتديرها حكومة ضعيفة جدا وحكومة متورطة بعمليات مختلفة حول العالم، وهناك ملفات مفتوحة لدى الدول وعندها مشاكل مع دول الجوار، تعرفون ذلك. فكل هذه اليوم الأمور يعني تراكمت على النظام الإيراني بشكل وآخر، وسوف يخضع النظام الإيراني في ملفات أخرى ربما. نعم، وهذا ما نريد أن نبحثه بعد الفاصل. لماذا كل هذه الإدانة الدولية بشأن مصارع مواطن إيراني تم إعدامه من قبل السلطات؟ هذا ما نبحثه بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد.
أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن إعدام السلطات الإيرانية المصارع الدولي نافيد أفكاري وتبعات وتداعيات هذه القضية. حديثنا في الاستوديو مع دكتور نور. دكتور، هل يستحق إعدام مواطن إيراني شأن داخلي كل هذا الهجوم الدولي على إيران، إدانة الرئيس فرنسا وألمانيا وأمريكا والأمم المتحدة واللجنة الأولمبية الدولية، يعني هذا شأن داخلي، هل يستحق الأمر كل هذه التبعات؟ أنا أتصور أن القضية فوق هذا، لأن هناك أصلا إعدامات كثيرة في إيران، في خاصة في صفوف الأقليات وفي صفوف أهل السنة. الآن 8 من شباب السنة في العقد الثاني من أعمارهم في سجن وكيلابات في مشهد، و7 في سجن كرج محكوم عليهم بالإعدام ولا تسمع لهم أي خبر. هناك شباب من التركمان محكوم عليهم بالإعدام ولا تسمع أي خبر ولا أي ضجيج. وهنا تكمن أهمية السؤال، لماذا؟ هذا وحتى نويد فترة سنتين كانت مختفية عن الأنظار، ففجأة تظهر في هذه الظروف التي تعيشها المنطقة. أنا أتصور أن النظام الدولي، لأن النظام الدولي بحاجة إلى وجود إيران بهذا الشكل وبهذه الهمجية في هذه المنطقة للدور الوظيفي التي تقوم بها إيران، فلا بد من الحفاظ على هذا النظام، ونحن على أبواب ذكرى الاحتجاجات العام الماضي، والإيران الآن تتوجس خطر من عودة الناس إلى الشارع، فلا بد من تيئيس الشارع. المرة الماضية خرجتم، السنة الماضية خرجتم لمدة شهر، إن كان إيران مقطوع عن العالم تماما، لا إنترنت ولا أي شيء، إدانات دولية، صراخات ترامبية، من غير أي نتائج. واسمعوا الآن كل العالم تصرخ وترامب يصرخ ويحدث ما نريده نحن في طهران، فلا تنفعكم لا الخارج ولا الداخل، فأيها الناس موتوا ولا تتحركوا. تيئيس الشارع والنظام الدولي يساهم في ضرب المجتمع الإيراني وفي تطبيق السياسة التي تقصده ملالي طهران في تيئيس الشارع الإيراني مو بس. ماذا هذا الضجيج؟ هل هناك أي عمل على أرض الواقع؟ هل هناك مثلا قرارات في منع إيران للمشاركات في أولمبياد دولية وكذا؟ هناك تهديد بهذا الأمر؟ ما لن يحدث، لأنه قتل كثير من الرياضيين وما حدث، وهذا واحد من الآخرين. ثم الرياضيين الإيرانيين النخب موجودين مع النظام، الإعلام موجود، الإصلاحيين والأصوليين كلهم صوت واحد مقابل الشعب الإيراني، فلا بد من إحداث يعني قتل الأمل في الشعب الإيراني، وهذا ما يقصدونه. طيب أستاذ نوري، يعني الآن المجتمع الدولي أدان هذا الإعدام، في أي الميزانين تضع هذه الإدانات؟ في ميزان حقوق الإنسان أم في الميزان السياسي، خصوصا وأن نافيد ليس أول إيرانيا يعدم وليس أول رياضيا يعدم؟ الحالة الطبيعية أنه يحسب هذا ما حدث وما وكل هذا الضجيج أنا أسميه وكل المواقف الدولية تجاه ما حدث، في الواقع هو يعني واجب إنساني بالدرجة الأولى، هكذا يفترض. ولكن مع الأسف كما تفضل ضيفك، قد يتلاعب بهذه المفاهيم سياسيا ويتوظف شؤون وأمور حقوق الإنسان في ساحات سياسية، وهذا حدث في العالم ويحدث في إيران وهكذا يحدث في هذا الملف تحديدا. ولكن ما حدث اليوم في قضية نبيد أفكاري مختلف تماما عن ماضيها، ودليل دلائل كثيرة، منها تواجد اليوم هذا العالم الإنترنت والتواصل الاجتماعي، وصولا إلى أن إيران عالقة بملفات عديدة في المنطقة وملف النووي ومشاكلها مع الولايات المتحدة وإلى آخره. فكل هذه الأمور زائد المعارضة الإيرانية القوية والمنتشرة حول العالم وفي الداخل، كل هذه ساهمت في أن هذا الملف نبيد أفكاري أن يأخذ بعد إعلامي كبير، يأخذ مساحة كبيرة جدا أكثر من الماضي. ولكن كل الشؤون هذه شؤون إنسانية وواجب إنساني، لكن بالتالي هي نتيجتها نتيجة سياسية. طيب دكتور نور، يعني الآن إيران متورطة في قضايا دعم الإرهاب،
بحسب التصنيف الأمريكي والأوروبي الدولي بالتصنيف الدولي، وهي متورطة ب كذلك بأنها يعني في ملفات في دول في المنطقة، ومتورطة أيضا متهمة بأنها تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. فوق كل هذه القضايا جاءت قضية إعدام نافيد. إلى أي مدى ترى أن إيران تتجه نحو مزيد من العزلة الدولية؟ أنا لا أتصور أن هناك عزلة دولية لإيران، هناك اختناق لكن من نوع خاص. يعني تصور أنه هذا نظام السودان كان بنفس الشكل وبنفس العزلة، وعندما حان الموعد تم تغيير النظام، لكن هنا لا، هناك عزلة من جهة وانفتاح من جهة أخرى، هناك عزلة في عزلة اقتصادية نوعا ما، ثم هناك فتحات التهريب من طرق أخرى. يعني إيران مخزون نفط وغاز، ونفط وغاز ليس حاجة ممكن يستغني عنه الغرب أو غيره، فلا بد من بيع وشراء، لكن بيع وشراء بدل أن يكون علنا فأن يكون تهريبا، وبهذا يتم دعم إيران من ملفات مختلفة. والعراق بوابة كبيرة نحو دعم إيران، هناك بعض الدول الخليجية الآن تكلف بدعم إيران، فهناك لعبة اقتصادية. ثم لماذا لم مثلا يحجز كل أموال المسروقة من الشعب الإيراني للقيادات الإيرانية ومكدسة في البنوك الغربية؟ إذن هناك دعم، هناك دعم خاصة الآن مع الإحجام الأمريكي ظهر فرنسا في اللعبة. هذا فيه يعني دكتور نور، يعني كلامك يعني قد يقول مشاهد أنه ينطوي على كثير من الإيمان بنظرية المؤامرة، يعني أمريكا والغرب يريد أن يخنق إيران، بدليل أننا نشاهد تظاهرات يعني تقريبا لا يمر عام إلا نشهد تظاهر أو اثنتين كبيرتين في إيران. هذا يعني ثمة من يقول بأنه هدفه الدفع باتجاه خنق النظام الإيراني وإسقاطه، خنق الشعب الإيراني وليس النظام الإيراني. كل هذه السياسات الدولية لخنق الشعب الإيراني ليرضى بهذا الوضع المزري، وليس خنق النظام الإيراني. أين خنق النظام الإيراني في المنطقة؟ الظريف يجوب العالم بكل حرية. عندما تتوسع قاعدة المعارضين وتتسع قاعدة المشاركين في التظاهرات، أليس أين قاعدة المعارضة؟ حتى القاعدة المعارضة في الخارج قاعدة قومية بالطراز الأول، لا تسمع ما يجري لأقليات القومية والأقليات المسلمة في إيران. كل الهم الحفاظ على هذا إيران. ليش؟ لأنه أمريكا والغرب كذلك بحاجة إلى وجود إيران في هذه المرحلة بعد قدوم الصين إلى إيش. لكن في داخل إيران هناك قضية أخرى، خامنئي إلى الرحيل وقريب نهاية عهده وأمراض تراكمت عليه الوفاة يعني. الآن خامنئي يمهد لنيابة ابنه، وجاء بالجلاد هذا الرئيسي بعد أن كان يعني أبعد عن الأنظار، وهو صاحب الجرائم في الثمانينات، أعيد مرة أخرى ليتولى القضاء ويتولى هذا الذي أشرف على القضاء في الثمانينيات. في الثمانينيات وله تاريخ إجرامي يعني سفاح. ثم بعد ذلك أبعد لفترة من الزمن إلى إمام الرضا في مشهد، ثم أعيد مرة أخرى ليتولى ملف الاغتيالات بهذا الشكل الوحشي لتيئيس الشعب الإيراني. طيب أستاذ، نريد أن تحدثنا بشيء من نفيد من خبرتك في إقامتك في أوروبا، وأنت المتابع الأثار السياسية التي يمكن أن تنطوي عليها عملية الإعدام أو عمل الإعدام هذا الذي قامت به السلطات الإيرانية بحق المصارع الدولي، خصوصا وأن هناك رحلة على قائمة جدول أعمال وزير الخارجية الإيراني ألغيت تماما، كان مقرر أن يذهب إلى ألمانيا ومن ثم ينطلق إلى عواصم أوروبية أخرى منها إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا، لم يقم بها. ما الأثر السياسية لهذه العملية، لهذا الإعدام على طهران مستقبلا برأيك؟ يبدو لي أنه ما تعمله اليوم أوروبا في تعاملها مع إيران، خاصة في ما حدث لنبيد أفكاري، هو متأثر بالرأي العام وهذه الشحنة السياسية التي ملأت وسائل التواصل الاجتماعي بالدرجة الأولى، والمعارضة الإيرانية والموقف الأمريكي وكل ذلك. وأوروبا في الواقع تريد أن ترضي كل الأطراف بنفس الوقت، تتلاعب بهذا الأسلوب أن ترضي كل الأطراف، وعدم السماح وطرد ظريف من أوروبا في الواقع يأتي في هذا الإطار،
انه في المستقبل قد يفتح هذا الملف من جديد وتبدا العلاقات من جديد كما مضى، حيث نرى شاهدنا في الماضي في اوروبا ان حدثت اغتيالات من قبل النظام الايراني لقيادات لسياسيين ايرانيين واحوازيين وكراد وبلوش وغيرهم وغيرهم في على ارض اوروبا، ومن اخرها في 2017، ولكن لم تحرك ساكن تجاه ايران. وبالعكس اوروبا سجنت السجناء النشطاء الاحوازيين هنا في الدنمارك وهولندا وكذا وكذا بلد اخر، ومنعتهم من التحرك السياسي ضد نظام بين قوسين الجمهوريه الاسلاميه. بما تفسر ذلك؟ بما تفسر هذا الموقف الاوروبي؟ كل هذه دلالات ان هذا العالم والاوروبا استاذ نوري، استاذ نوري يعني بما تفسر هذه السياسه الاوروبيه تجاه ايران، وانت قلت بانها منعت المعارضين من التحرك سياسيا على الاراضي الاوروبيه، ما تفسيرك لهذا؟ الامور واضحه، اصبحت واضحه جدا، يعني اوروبا همها الوحيد الحفاظ على النظام الايراني، الحفاظ على الدوله الايرانيه، يريدون ايران تبغى كجغرافيا تبغى هكذا، حتى ليس همهم موضوع الصين وتقدم الصين برايي، ولكن هناك شؤون اخرى في الموضوع. اولا ان الشعب الفارسي الذي هو يحكم ايران، الاقليه الفارسيه اللي تحكم ايران هي تشترك مع الاوروبيين بشيء واحد، اولا تشترك معهم انهم من منشا واحد اللغه الهندي اوروبيان، الهند اوروبيه لغتهم يعني لها مصدر مشترك. ثانيا ان هناك خلافات تاريخيه بين المسيحيه والمسلمين، نفس الخلافات تترجم على ارض الواقع بين الشيعه وبين السنه، وايران في الصف المسيحي ضد العالم السني. فاليوم وهكذا الموضوع تعطيل وتبييد وتدمير القضيه الفلسطينيه وتدمير الجوار العربي، الدول عدد الدول العربيه، كل هذا يخدم الغرب ويخدم السياسات الغربيه في الواقع ويخدم ايران بنفس الوقت. هناك نوع من التخادم بين الدوله الايرانيه، سواء كان يحكم فيها الدوله الجمهوريه الاسلاميه او نظام الشاه او اي نظام اخر ياتي في المستقبل. ما لم يتم تغيير اساسي في ايران فتبقى ايران جزء اساسي من المحور الاوروبي، المحور الغربي ضد المحيط العربي الاسلامي. فهذا واقع، هذا واقع تاريخي منذ 400 سنه الماضيه لحد اليوم. ايران تنفذ هذا الامور في هذه المنطقه، ولديها عمليه تخادم مع الغرب، فهذا التخادم هو يجعل من اوروبا ان تحمي ايران، وهذه الحمايه مستمره، وعلى هذا الاساس تمنع اوروبا النشاط السياسي الحقيقي ضد الدوله الايرانيه. هذا ما يحدث مع كل الاسف، وما يحدث لكن بنفس الوقت على مستوى حقوق الانسان هي في الواقع شعارات المفترض ان تكون مواقف حقيقيه انسانيه صارمه ضد كيان مجرم، ولكن الموضوع انه يستخدم هذا المفهوم النبيل الانساني، حقوق الانسان، يستخدم لغايات سياسيه. وما حدث لنبيد افكاري، كل هذه الامور حدثت في حاله وفي مرحله حرجه بين الولايات المتحده واوروبا وبين ايران، فكل هذه الامور حدثت في اجواء شحنه الملف النووي وغيره، كل هاي العالم اخذت مواقف ضد ايران لايقاف اعدام نبيد افكاري. ولكن حقيقه الامر لو كانت الملفات هذا حلحلت من سابق، لان ما سمعنا صوت عن نبيد افكاري سوى صوت المعارضه الايرانيه، ويتم اضعافها من قبل نفس الاوروبيين ونفس الغربيين. اذا التاثير السياسي على ايران بعد هذا الاعدام هو تأثير محدود وضئيل ويكاد يكون معدوما، لكن ماذا عن التأثير الداخلي على وحدة الدولة الإيرانية، وحدة المجتمع الإيراني؟ التأثير الداخلي هذا ما نستكمل به الحلقة، ولكن بعد وقفة أخيرة.
أهلا بكم دكتور نور. يعني منظمة العفو الدولية تقول إن إيران دائما كانت من أعلى نسب العالم في الإعدامات الداخلية، هذا ليس جديدا، حتى منذ تشكل نجاح الثورة الإيرانية بقيادة الخميني بدأ مسلسل الإعدامات عبر عدد من الشخصيات. نريد منك تحليل وتفكيك ظاهرة الإعدامات في ظل نظام ديني يبني سرديته على المؤاخاة والمحبة والمظلومية وإقامة العدالة الإلهية في البلاد. أنت تتحدث عن نظام طائفي بالدرجة الأولى، نظام إجرامي وعقلية إجرامية. فما الإحصاءات الدولية تتحدث عن ما خرج للعلن، لا تتحدث ما هو خفي. خلخالي كان قضى على يعني كل السجون الإيرانية فرغها عن بشر. التجمعات البشر يعني بيضها أخرج المعتقلين بها أم قتلهم؟ كلهم قتلهم، والآن أنت تسمع عن مقابر جماعية في إيران. ثم هذا المجرم الرئيسي، الآن ما يجري في السجون الإيرانية باسم مرض كورونا، تطبيقا أنه كثير من الناس يموتون بكورونا، وهناك كثير من الناس يتم تصفيتهم في السجون الإيرانية باسم هذا المرض. فاغتيالات في إيران لا تقارن مع أي. ثم بعد ذلك تعال إلى اغتيالات النساء، اغتيالات الأولاد تحت سن القانوني، كل هذا موجود في إيران ووضع مزري. ليش؟ لأن هذا النظام الطائفي لا يهمه لا بشر، ما فيه شيء في إيران اسمه حقوق البشر، تم تصفية حتى ناس مدافعين، نشطاء مدافعين عن حقوق البشر. هنا نظام إجرامي لا قيمة للبشر، كل ما هناك لابد من تنفيذ أجندة خارجية التي تدعم هذا النظام. وكما أشار ضيفكم أن هناك كل المنطقة، هذه المنطقة إذا لمحة في الخريطة الجغرافية ترى من أفريقيا إلى آسيا، هذه المنطقة كلها واحدة متكاملة، نسيج اجتماعي ديني مذهبي واحد ما عدا إيران وإسرائيل. فلا بد من الحفاظ على إيران لأداء دور وظيفي في هذه المنطقة، لكن ما يجري في داخل إيران هو لا أحد يسمع به. ونفس النظام كوريا الشمالية أو الصين، سجن كبير، إيران سجن كبير، لا يسمع الناس أما يجري في إيران إلا عشر من أشهر ما يجري من الاغتيالات والإعدامات. طب أستاذ نوري، يعني في تقرير لها، أريد أن أنقل لك تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير لها بتاريخ 23 أيار مايو عام 2020 عن اغتيالات نظام طهران لمعارضي خارج الحدود، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن طهران اغتالت 360 معارضا خارج الحدود في 40 دولة، أوروبا، آسيا، أفريقيا، اغتالتهم. السؤال هو، إذا ما كان النظام الإيراني يتمتع بفائض القوة ويسيطر في الداخل ويحكم قبضته على كامل مفاصل الحياة، ما الذي يدفعه إلى اغتيال معارضيه خارج الحدود؟ ربما يحتاج الأمر إلى تفسير. تفسير ما يفعله النظام الإيراني تجاه المعارضة الإيرانية وتتبعها في كذا دولة في العالم يأتي من نتيجة تخوف هذا النظام الإيراني من تكوين المعارضة الإيرانية داخليا وتشكيل قوة المقاومة ضد هذا النظام. بعد ما في الواقع المعارضة الإيرانية، بعد كل المعارضة الإيرانية وكل الأحزاب التي خرجت إلى العلم وأقيمت لسنوات في الدول الغربية وغيرها، يعني اليوم نادمين على ما فعلوا، وكل جميع الناس تتحدث أنه يا ليت أنه إحنا بغينا ظلينا في إيران وهناك حاربنا النظام الإيراني، حين جئنا لهنا حددتنا هذه الأنظمة الأوروبية وغيرها وغيرها خدمة للنظام الإيراني. فحين يخرج رأس من بين هؤلاء المعارضين من شتى توجهاتهم السياسية، يتم اصطياده من قبل النظام الإيراني في الواقع، وبنفس الوقت يتلاغى الموضوع، نوع من السكوت والنوع من الإهمال من الدول الغربية وغيرها وإلى آخره. 340 هذا عدد لا شيء بالنسبة لما عملته إيران، والعدد أكبر من ذلك. أعتقد هذه الإحصائيات كانت لدينا مسبقا قبل لا تنشرها وزارة الخارجية الأمريكية، وتحدثنا عنها وكتبنا عنها كثيرا. كما زايد هذا الموضوع، يعني تذكر أنه وخارج هذا الملف أيضا بين قوسين، أنه إيران أقدمت على اغتيال سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة عبر حاولت اغتياله، تقصد حاولت اغتياله في واشنطن هو وسفراء آخرين،
فكل هذا يدل أنه هذا النظام لديه يعني ظهر قوي من جانب الغربي ويستطيع يتملص يتلاعب بالقوانين الدولية وكذا إلى آخره. كما أشار ضيف الكريم يعني إيران جغرافيا وسيعة، لديها إمكانيات، لديها نفط، لديها غاز، لديها إمكانيات مادية كبيرة وإمكانيات بشرية، تستخدم هذه الإمكانيات كلها خدمة للغرب قبل لا تستخدم خدمة لكل المواطن الإيراني، وهذا ما يريده الغرب. طيب القبضة الأمنية التي تتبعها طهران في التعامل مع شعبها الداخلي، أي صدى يمكن أن نتحدث عنه أحدثته في الداخل الإيراني؟ شوف، النظام الإيراني نظام إجرامي بالدرجة الأولى، يقتل الناس في الشوارع، يقتل الناس في السجون، يقتل الناس حتى في الجو، الطائرة الأوكرانية. هذا وحد الشعب الإيراني بشكل كبير. كل الشعب الإيراني كنا نتصور أنه سيكون هناك مثلا انسجام بين الأقليات. كيف يعني وحدة؟ وأنت قبل قليل تتحدث عن أن قائدة مجاهدي خلقية لا يهمها إلا موضوع العرقية وموضوع الحفاظ على إيران، غير ملتفتة للأقليات التي تقتل في إيران. المعارضة في الخارج لا يصنع الحدث، الضجيج الإعلام الخارجي لا يصنع الحدث. ليس لها امتدادات في إيران هذه مجاهدي خلق؟ ولو امتدادات بسيطة. مجاهدي خلق بالذات منظمة هرمة انتهى دورها في داخل إيران، لأنه لم يكن متواجدا في الداخل، ومن كان في الخارج العشريني الآن صار ستيني، فلا وجود له يعني. طب ماذا تعني بأن وحدت الشعب الإيراني؟ لأنه وزع الظلم بالعدالة. الشيء الوحيد الذي يوزع في إيران بالعدالة الظلم. الظلم الذي يرتكب في حق الأقليات هي الظلم الموجود في طهران، والظلم الموجود على النخب، الظلم الموجود على كل المجتمع وعلى الفرص الإيراني أيضاً. الآن على الفرص أيضا الآن. فهذا الضغط يولد انفجار، والرهان القادم هو على الشعب الإيراني، والنظام الملالي يدرك هذا، والغرب يدرك هذا، كلهم الآن يعني اجتمعوا على محاربة الشعب الإيراني الثائر الناقم الذي هو امتداد للغضب الموجود في المنطقة كلها. فالرهان القادم على هذا الشعب الثائر الفقير المضطهد المظلوم الذي يقتل ليلا نهارا هنا وهناك. طب عندما تقول بأن النظام الإيراني يوزع الظلم بين الجميع بالتساوي، ما الإيحاء السياسي الذي يجب أن نفهمه؟ ما الحالة التي يعيشها النظام الإيراني في الداخل الآن؟ النظام الإيراني يعيش حالة مزرية خائفة. يعني هذه الحركات التي فيها نوع من التوتر، هذا كله يدل على خوف النظام الإيراني. تصور أن النظام الإيراني في الشوارع الإيرانية يستعين بمن؟ يستعين بميليشيات حزب الله اللبناني، يستعين بميليشيات أفغانية وباكستانية لقبضة الشارع الإيراني في الاحتجاجات. هذا معناها إيش؟ حتى النظام الإيراني ما يحتاج إلى توثيق دكتور. موجود على القنوات الإيرانية نفسها، يعني القنوات الإيرانية كلها، التلفزيون الإيراني، وأنقص يوري الشعب الإيراني أن نحن موجودين هنا. الميليشيات الأفغانية هي التي تقف أمام كل المدن الإيرانية وترصد الخروج والدخول في داخل المدن الإيرانية. عندها نقص رجال يعني إيران؟ ما عندها نقص رجال، لكن ما عاد يثق حتى بالميليشيات الإيرانية نفسها. يعني ما عاد القدرة الحاكمة ما عادت تثق بالشعب الإيراني الموجود في الحرس الثوري، ولا في البسيج، ولا في الميليشيات التي تدربت في على الطائفية. لأن في النهاية هم إيرانيين، هم في النهاية لما يرون ما يجري في الشارع الإيراني، فهذا خطر بأنه إيش ينزاح جزء من الحرس الثوري نحو الشعب، وهذا متوقع في الاحتجاجات القادمة. ولهذا أنت ترى الآن حتى النظام الإيراني، الإعلام الإيراني، يقصد في إظهار وجود الميليشيات النيجيرية الأفريقية في الشوارع الإيرانية. كل هذا لترهيب واختلاق حالة من الإرهاب في الشعب الإيراني، أنه لا مناص إلا الصمت وقبول بالواقع. سأعود إليك أستاذ نوري. أعمال الإعدام والخطف للمعارضين خارج إيران، وأعمال الملاحقات للمعارضين والقبضة الأمنية، كل هذه برأيك تحليليا هل تخدم النظام الإيراني في الداخل، تقويه وتوطد حكمه، أم أنها على المدى الطويل تضعفه؟
الإطلاق هذه لن تعطي شحنة قوة للنظام الإيراني، هذا دلالة كبيرة وواضحة أن هذا النظام خائف، هذا النظام متذبذب، هذا النظام مرتعش، هذا النظام مزلزل داخليا، هذا النظام هرم بمعنى الكلمة، مأكول ومنخور من الفساد. فكل هذه النتائج لو كان هذا النظام نظيف، كان نظام كان يتحمل نقد المعارضة الإيرانية ومعارضة الشعوب غير الفارسية وكلها، لكان هذا اللي رحب بكل هذا النقد من قبل المعارضين جميعهم. ولكن هذا النظام يريد أن يستمر بطائفيته، يريد أن يستمر بعنجهيته، يريد أن يستمر باللا عدالة التي قام عليها، ويريد ومطلوب منه أن يستمر بدوره الوظيفي. فأداء لهذا الدور هو يقوم بالاغتيالات والخطف وإلى آخره، ويتم مساعدته من قبل هذا وذاك من بين الدول الفاسدة حول الفاسدة والفاسد حول العالم. أستاذ نوري، أريد أن أتوقف معك عند مفردة ذكرتها واتفقت فيها مع الدكتور نور، لكن يعني تستوجب مني التدخل. يعني أنت تقول بأن النظام الإيراني خائف ومرتبك وفي حالة ضعف، في الوقت الذي تقرر فيه أن أمريكا وأوروبا والغرب يدعمون هذا النظام ويقوونه، وفي الوقت نفسه هذا النظام الذي يسيطر على عدد على القرار في عدد من العواصم العربية، وله امتدادات في أفريقيا، وله امتدادات في آسيا، وله تأثير في باكستان، كيف يكون ضعيفا وخائفا؟ لولا كان الدعم والتخادم الغربي لما كان خامنئي اليوم يحكم حتى منطقة باستور اللي هو يحكمها في شارع جمهوري في طهران. والله العظيم يعني كل المؤشرات السياسية وكل كل كل المعطيات كلها تشير، أي تحليل من أي هذه المعطيات والمؤشرات أستاذ نوري؟ نعم، بعض من هذه المعطيات والمؤشرات على أن النظام مرتبك، أن النظام يشعر بشيء من الخوف في الداخل. النظام مرتبك اليوم فقد شرعيته آحاد الشعب الإيراني بأكمله، ويستخدم ميليشيات زي نابليون التي دمرت سوريا، ويستخدم حزب الله في مظاهرات الأحواز ومظاهرات كراج ومظاهرات مشهد ومظاهرات كذا. فهذه انعدام الثقة بين الشعب والسلطة والنظام، هذه دلالة كبيرة أن النظام هذا خائف. الشيء الآخر أنه شاهدنا في ملفات مثلا على سبيل المثال قضية اليمن، فحين كل القوى الشرعية اليمنية تقدمت وبحماية من قبل كذا دولة، تقدمت في معركة الحديدة، لم يسمحوا الدول الغربية لم يسمحوا للشرعية اليمنية أن تصل لحديدة، وسمحوا للحوثي الإيراني يبقى هناك خدمة للمشروع الإيراني بين قوسين المشروع الغربي. هذه كلها دلالات أن هناك تخادم، هناك معطيات تشير إلى أن هذا النظام يقيم على هذه القوى الإرهابية أصولها غير إيرانية وخارجية. ويعني أجيب لك مثال، يعني حدثت فيضانات وانتم متابعين الموضوع خلال سنتين الماضيتين في الاحواز، فيضانات كبيره حدثت في الاحواز. جاء قاسم سليماني وابو قاسم المهندس جاءوا بحشد الشعبي وقوات حزب الله، واستغرت في الاحواز يعني ريبه من ان تحدث هناك مظاهرات ضد السلطات الايرانيه من قبل العرب الاحوازيين، فجاءوا بميليشيات اجنبيه لبنانيه وهكذا عراقيه لتقمع عرب الاحواز. طيب أشكرك، وضحت الصورة أستاذ نوري، أشكرك يعني بدقيقة دكتور معذرة. الآن هل إيران مرشحة لأن تتجه نحو مزيد من تصعيد عمليات الإعدام السياسي، أم أنها ستنحسر بسبب الضغط الدولي والاحتقان الداخلي؟ أنا أتصور أن إيران لأنه مرتبكة جدا سيمشي في نفس الإطار بمزيد من الإعدامات وقتل الناس، وسنشهد بعد شهرين نوع من الخنق الشارع الإيراني بشكل أقوى وأشد مما هو. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدين الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور نور محمد أمراء الخبير بالشأن الإيراني، كما أشكر ضيفي الآخر عبر سكايب من ستوكهولم الأستاذ نوري حمزة الكاتب الصحفي الأحوازي. كل الشكر لكم حضراتي المشاهدين، في حراسة الله تعالى، السلام عليكم.